هند، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا ربنا يكرمكم على البرنامج. شكرا يا هند، ربنا يخليك. الله يكرمك. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أحيانا ببقى مش قادرة أفتح بقي، سواء زهقانة أو تعبانة أو أي حاجة، وببقى عايزة مثلا أستغفر، أذكر ربنا، أقرأ قرآن بعيني وبقلبي من المصحف، هل ده جائز؟ لان انا سمعت كتير لا ما تستغفريش، انت كده طالما ما فتحتيش بقك ما حركتيش لسانك انت كده ما بتستغفريش، انت كده ما اتحسبتلكيش. تمام كده. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، وده اللي بجد ما بنامش منه، ويا ريت الشيخ وتسامحوني على اللي انا هقوله، يعني ان انا بسمع عن حالات إنسانية، حالات صعبة جدا، حالات يتم وفقر ومرض ومشاكل وكل الحاجات اللي في الدنيا. فأنا ما بسمع الحاجات دي، طبعا ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بس الفكرة يعني سبحان الله، يا رب ما هو يا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يخلينا من غير مشاكل، يقدر يخلينا من غير مرض، يقدر يخلينا من غير أي حاجة في الدنيا. ايه الحكمة يعني؟ عايزة ما تفهمي. يعني استغفر الله العظيم، ما هو ما يبقى انا مستحرمه، بس انا في حاجات بسمعها والله ما بنامش، اقعد اقول يا ربي طب ما هو انت قدير وحكيم يعني تقدر ترفع عنهم. يعني اما يكون حد عنده كل الابتلاءات اللي في الدنيا، فتبتدي تبصي تقولي طب ما هو ربنا مش محتاج مننا اي حاجه عشان نخش الجنه، طب ما هو ربنا يخلينا نعبده وما يفتن وما نتفتنش، يبعد عننا الشيطان وهنعبده وهنخش الجنه عشان نترفع درجات. طب ما يعني ما في ناس، ربنا يوسع الناس كلها وربنا يدينا ويدي الناس كلها، في ناس عندهم كل الحاجات اللي في الدنيا ومش مبتلين، وفي ناس مبتلين من A to Z عندهم كل الحاجات اللي في الدنيا برضه. فأنا أسفة في السؤال واستغفر الله على السؤال، وربنا يجازيكم خير وشكرا يا شكرا دعاء. يا هند، شكرا يا هند. طيب هند، هند الاول قالت مش عارفه افتح بقي، بس بتفتح بقها يعني، بتسال ما شاء الله. قالت لك مش ساعات ببقى مش قادره، فعايزه تقرا بعينيها، تسبح في قلبها من غير ما تستخدم لسانها. الاصل في التسبيح او في الذكر ان يكون بالقلب اكثر منه باللسان، لان الايه واضحه، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن الايه؟ القلوب مش الالسن، اخدت بالك؟ فالاصل ان الذكر معمول، واخد بالك، ومفروض للقلب، لراحه القلب وطمأنه القلب. فاذا كان الذكر بالقلب ذاته، يعني انت شغلت قلبك نفسه، خليتيه هو نفسه اللي بيشتغل في الذكر، فدي اقوى من ذكر اللسان. لان لما الانسان يذكر بالقلب ما بيعرفش يسرح. يعني بص، احنا ممكن بالذكر نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، وانا قلبي في حته تانية وعمال افكر في حاجات تانية. ممكن واحد بيتفرج على التلفزيون، يتفرج على فيلم، يتفرج على ماتش، يتفرج. طب واللي بيتفرج على ماتش وبيسبح ده بلسانه، هي دي حاجه وحشه؟ لا مش وحشه، مش بقول وحشه، عايز اقول لك يعني انا ممكن وانا بسبح باللسان ممكن يبقى قلبي مشغول في حته تانية. فاستفاده القلب من الذكر بسيطه ضعيفه. حضرتك فهمت قصدي؟ طب لما انا اذكر بقلبي نفسه، فاستفاده القلب من الذكر اقوى. حضرتك فهمتي انا قصدي ايه؟ بس فكره اللسان، انه الواحد يعود لسانه على انه اجعل لسانك رطب رطب بذكر الله، دي بتجيب القلب وبتجيب الحواس وبتجيب كل حاجه. يعني طول ما انت، حتى لو انت دماغك اتشغلت، بتفوق انك بتذكر ربنا. ده كلام مظبوط، بس هو الفكره كلها ان بالنسبه للي بتسال بتقول ان هي مش قادره تشغل ان هي بقها او احيانا تفتح بيبقى بقها. عندها نوع من انواع الارهاق الذهني او الارهاق البدني. تمام. اللي بيؤثر عليها يخليها مش قادره تفتح بقها، وفي نفس الوقت هي عايزه تبص على المصحف كده وتبص بعينيها وخلاص وتفكر بعقلها. وكثير من الناس لا يحب يعني كثره الكلام او الثرثره بهذا الامر، ويحب ان ينظر بعينه. حضرتك عرفت، سمعت السؤال بتاعها، والسؤال ده ناس كتير ساعات بقى بتساله لما يبقى حد قريب منها او يبقى الابتلاء ليها هي شخصيه. ممكن يكونوا ما بيكلموناش، بس في ناس يعني بتجزع وتوصل لمرحلة ليه اللي هي بتقولها دي. التركيبة الكونية اللي ربنا ركب بها الناس، ركبها بهندسة معينة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لها كثير من الحكم الظاهرة والخفية. يعني كثير من الحكم ظاهرة وكثير من الحكم خفية. مثلا واحد عنده كل أمراض الدنيا وكل حاجات الدنيا دي كلها، احنا كلنا مش عارفين، ما دخلناش جوه القلب، شفنا ربنا اداله ايه من الهدايا في قلبه، ما نعرفوش، احنا ما نعرفش القصه دي، فخلاه يستحمل، يتحمل، او يبقى صابر، او يبقى راضي، او يبقى مش راضي، دي حاجه احنا ما نعرفهاش. ادي واحد. الحاجه الثانيه، احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد، يبتلي كثير من العباد، وهذا الابتلاء في ظاهره ان الشخص هو المبتلى، وفي الباطن انه ليس هو المبتلى.
يعني ازاي واحد رجله مقطوعه اعمى مش عارف ايه، انت قدامك مين اللي مبتلى؟ هو الشخص ده. لكن لا، الله سبحانه وتعالى يقصد بذلك ان يبلي اناسا اخرين به، فيخليك انت مبصر، شفته هو مش مبصر، فانت اصبحت مطالب ان يحصل لك نوع من انواع الرحمه اللي ربنا اداها لك عشان تتحرك نحوه. طب لو انت ما اتحركتش نحوه تأثم، يبقى ربنا يحاسبك على الحته دي ان اداك نعمه. وقد يبتلي الله بعض العباد لينظر الاخرين فيعلموا كم هم في رحمه، كم هم في 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 نعمه من الله سبحانه وتعالى. اذا المساله دي، ومع ذلك رحمه الله تشمل الجميع في الدنيا وفي الاخره. مع ذلك رحمه الله تشمل الجميع في الدنيا وفي الاخره. حتى المريض، الشيطان لما راح لقى واحد مرمي في كوم زباله، عياله خلاص زهقوا منه رموه في كوم زباله، رجليه مقطوعه وايده مقطوعه واعمى وحالته يعني مش تمام، وضعه مش كويس قوي، فعمال يقول بيشكر ربنا وبيحمده. فالشيطان بيقول له بقى، جاي يوسوس له بقى، فبيقول له انت بتشكر ربنا عليه وبتحمد ربنا عليه، ده انت رجلك مقطوعه وعيالك رامينك في الزباله وريحتك وحشه وكذا واعمى ما بتشوفش. قال لو اذهب عني الم يجعل لي لسانا يذكره وقلبا يوحده. لسه في قلب شغال في النبض، لسه في ذكر، لسه في لسان بيتحرك بالذكر. اذا هذه الابتلاءات لها علة ولها حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكل واحد ربنا بياخد منه حاجة بيديله في المقابل شيء آخر، واحد تاني بيديله حاجة بياخد منه حاجة، وهذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في تركيب الخلق. وأضرب لك مثل بسيط، لو واحد قاعد بياكل صنف واحد من الفاكهة طول العمر هيتضايق، يعني لو بياكل مسكر على طول نفسه في حاجة حادقة، لو بياكل حادق على طول نفسه في حاجة مسكرة، وهكذا تكون الحياة تعيش ما بين هذا وذاك.